أشراك يا قلبي سمعنا اليوم دعيدك، شوفوا الحبايب، شوفوا الحبايب بيهدوا الورد يوم عيدك، بيهدوا الورد يوم عيدك. بس كده يا بحر النيل انت بتضحك وانا دمعي يسيل، دمعي يسيل، دمعي يسيل يا حبيبي. من 85 سنة ما كانش في المنطقة دي مجتمع سكني، ما كانش فيه غير فنار بيخدم قناة السويس، فنار صممه المهندس الفرنسي غوستاف إيفل اللي صمم برج إيفل الشهير. لكن في سنة 1937 اتحفرت هنا أول بير بترول، وتولدت معاه قرية صغيرة النهاردة بقت تاني أكبر مدينة في محافظة البحر الأحمر بعد الغردقة، وواحدة من أهم مدن الطاقة في مصر. قمة جبل غارب هي أشبه بقم بسنم الجمل تحديداً. ظهر الجمل. فالمنطقة اللي هي ما بين السنم وبين الرقبة دي اسمها الغارب، فمن هنا خد الاسم. الاسم ده من الجبل، وكل الخرائط الأثرية القديمة عليها جبل غارب، بس ما كانش فيه راس غارب. غارب بدأت البداية الحقيقية بتاعتها سنة 37. في التوقيت ده اتعمل شركة اسمها شركة أبار الزيوت الإنجليزية المصرية أو الأنجلو مصرية. الشركة دي هي اللي بدأت عملت اللي احنا شايفينه دلوقتي من بيوت، مكان سكن الخواجات، وكان في منطقة بعد كده سكن العمال. كان في منطقة تانية اسمها الكير هاوس، دي كانت بداية غارب. تمام. بعد كده الأمور بدأت تزيد، وعدد العمال اللي كانوا سنجل جايين في يعني شغل بس بدأوا يجيبوا أسرهم عشان المسافات من موطنهم الأصلي في إينا مثلا بعيد. هنا بدأ يتكون المجتمع، وبالتبعية الشركة عملت لهم الخدمات اللي هي تسرفس على ان هم يعيشوا هنا، واتعمل كل الأنشطة اللي تهيئ ان دي تبقى بداية قرية صغيرة بس منظمة على النظام الإنجليزي. في حاجة غريبة بشوفها في المجتمع اللي موجود في راس غارب، ان المواطن الراس غاربي إذا كان المصطلح صحيح يعني. تمام. هو مواطن يجمع ما بين صعيدي على بدوي على أهل القنال، على خلطة كده غريبة الشكل. هو ده يمكن هقول لحضرتك ببساطة، أنا لما أكون ناشئ ما بين بحر وجبل، الكوليكشن لوحده يخليك ان انت تبقى مختلف عن اهل البحر او اهل الجبل، انت جامع بين الاثنين. اضافة ان الرعيل الاول من اهالينا اللي جه هنا كان ميكس، جاي من الصعيد وجاي من بحري وجاي من القاهرة. ازاي انعكس ده اصلا على شكل الموسيقى، المزيج ده ما بين الصعيدي والبدوي والبحر الاحمر؟ هقول لحضرتك طبيعي ان انا جاي بثقافتي، الصعيدي جاي بثقافته، واللي جاي من بحري جاي بثقافته، والخواجات اللي موجودين بثقافتهم. الناس دي لما كانت في منطقه صحراء بيجتمعوا مع بعض كان بيحصل الميكس بقى. كان انا اسمع الموسيقى بتاعتك وانت تسمع الموسيقى بتاعتي، بدات الدنيا يعملوا شكل يطلع الكلام من ده. ويمكن اللي طغى عندنا هي السمسميه طبعا، بحكم ان هي منقوله من القصير والناس اللي كانت مرتبطه بالبحر كمان. بالظبط، اي صياد هو يعني خصوصا ان زمان كان الصيد عن طريق البحر بيبقى شهور، فكان ما فيش وسيله ترفيه ليهم غير السمسميه دي.